اليوم بدي أعرفكم على سيدة بدوية من البادية الشمالية توجهت للمفرق لمقابلتها، ولا عجب في إنها بتشتغل على مساعدة السيدات في منطقتها، فهي بنت أبوها الطبيب الإنسان من الجيل الذهبي في مدينة الحسين الطبية يلي لليوم ما بيبخل على أحد بالمساعدة، الدكتور متروك العون. متعودة أم عون على البرد الصحراوي؟ لا هيك دافية عندنا اليوم، بالليل عندنا البرد مشكلة. يا ستي قلوبكم دافية. الله يخليكي. أصريتي إنك نيجي هون على الخربة؟ قلتي لي هون هيك بتحسي في أجدادك، بتحسي هون تاريخكم. صحيح، احنا هون المكان اسمه خربة صبحة وهي آثار رومانية قديمة واحنا نعتز فيها. كانوا أهلينا هون لبداية لأواخر الستينات بداية السبعينات كانوا ساكنين فيها؟ لا بفصل الشتاء عشان الدفا، وبالصيف والربيع لا كانوا ببيوت شعر. لحقتيهم؟ لا ما لحقت للأسف. ما لحقتهم. عملت كتابين، واحد اسمه صقور صقور البادية، كان مع بالتعاون مع دكتور بخيت العيسى بلدية صبحة عندنا هون. أيامها وثقنا شهداء صبحة عشان يكون مرجع للأجيال القادمة، عشان يعرف إنه في ناس ضحت بأرواحها يعني فداء للوطن. وكمان عندك كتاب؟ نعم، هذا الكتاب بالإنجليزي بس عملتيه. عملته صحيح باللغة الإنجليزية عشان تستهدفي الأجانب، انتشاره أوسع يكون. ما هو بالأردن الأغلب يحكي إنجليزي، فيكون جوا وبرا الأردن، يعني أنقل الصورة الصحيحة الحلوة عن أهل البادية. والتركيز بالكتاب كان عن المرأة البدوية كيف كانت زمان، يعني ما جمعت كل شيء، جانب لأنه جانب كبير اللي هي حياة المرأة البدوية كيف كانت. شو ركزتي؟ وتطرقت على عدة جوانب، ركزت على الوشم لأنه ما في يعني مراجع كثيرة كاتبة عن موضوع الوشم، وفي معلومات مغلوطة عن الوشم. هو حياتنا تغيرت، يعني إحنا بالاسم بدو بس حياتنا كلها تغيرت يعني. أنا أحاول أوثق الصورة توصل أسرع للناس، ف يعني هوايتي التصوير وأصور الحياة البدوية يعني. هواياتها كتيرة ومنها الزراعة، ومش التقليدية بس، اجتهدت ونشحت وزرعت الأزولا والكينوا. لك تاخذينا تفرجينا؟ أكيد. يلا يلا يلا. هاي هي الأزولا. الأزولا يعني هي مكمل، مش علف بديل، مكمل بس مفيد كتير. نسبة البروتين فيها عالية وتزيد من تسمين العجول، تعمل على زيادة إنتاجية الحليب، فهي ممتازة جدا. طبيعي وهي زراعتها سهلة وزراعة مائية تعتبر يعني، ومجدية اقتصاديا يعني. هي تقريبا كل 5 أيام إحنا تحصدوا؟ نحصد. يا سلام. يعني 2 بلاستيك، الإنتاجية تقريبا بالشهر تعطينا 2 طن. بدها إشي غير المي؟ لا مي بس كزراعة، مي وتجيب بنفس الأزولا هي تنزرع، يعني ما إلها بذور أو ما إلها. يعني أنت هاي هي لحالها بس تحصد؟ شو تزرع إشي بدالها ولا خلصي بتطلع منها؟ لا يعني لحال. مثلا البركة نأخذ 3/4 ونخلي ربع، يعني خلال أسبوع ترجع تتعبى بسرعة، يعني هي زراعة سهلة ما بدها إشي. بتنشف ولا هيك باخذوه؟ هلا يتنشف بس هن بياكلوه هيك. بس هلا مثلا الابقار يرغبوه مثلا اخضر، هلا الحيوانات الثانيه لا يحبوه مثلا ناشف. ننشف لما يكون في فائض عندي من الازولا، ننشف مرات. احصدي. احصدي يلا. قدي طن بنباع؟ هلا انا كشخص ابيعه بسعر كثير رمزي بس عشان اعمل استدامه للمشروع، فابيع الطن على ارضه ب 100 دينار بس. هلا المحلات بعمان الناس اللي تبيع لا الكيلو ب 7 دنانير، حتى في ناس تحطه للخيول لانه كمان يزيد من يعني العضلات او والله لانه هذا كثير فيه بروتين عشان هيك نسبه البروتين عاليه. طيب وين اللي بدك تزرعي؟ وين زارعه الكينوا؟ لا الكينوا زرعناها وخلصنا السنه اللي فاتت. خلصت بس على الموسم رح نرجع نزرع المحصول، يعني زرعت 1.5 كيلو، اجاني 20 كيلو تقريبا، فان شاء الله نزرعهم تجربه جديده يعني. زرعت الكينوا، لا 1.5 كيلو جاب 20 كيلو. شو عملت بيهم؟ لا خبيتهم بدي ازرعهم على الموسم الجاي، يعني هاي 20 كيلو حيجيبوا لك 100 كيلو. المفروض المفروض يكون شيء مجدي يعني، بس زرعتهم ببيت بلاستيك، المره الجايه رح ازرعهم زي القمح يعني بارض مفتوحه. طب نضلنا نحصد متى تشوب هون؟ يلا نطلع جد.
غزوة أنتي مش بس بالتراث بتحافظي عليه ولا بس بالزراعة، وكمان قلتي لي عملتي دورات تشجعي ستات المنطقة. سنة أسست جمعية زراعية عشان هون بالمناطق البادية ما في مكان متنفس للسيدات، فحبيت أعمل للسيدات زي بناء قدرات بمجالات الزراعة والاهتمام بالحيوانات، لأنه هنا طبيعة المنطقة والحياة هيك، فهي متنفس للسيدات يتعلموا إشي جديد. يعني أنا أتمنى أنه البادية كلها تكون الأكثر حظاً مش الأقل حظاً. شو بنقص؟ الإمكانيات مرات، بس يعني بالموجود نحاول أنه نعمل إشي حلو. حكت لي غزوة شو رأيك تروحي تشوفي بختك؟ شو بدي أقولها بختي؟ يلا، وقالت ومنه بتتعرفي على أم حسن وعلى تراثنا. حركي حركو. أيوه هاي تبختت مليحة، كويس خير بوتها، ترزقة زينة دازة. الطيارة وين ودت؟ والله ما محل ما تاخدني بروح. السلام. الله يسلمك. ام حسن كل يوم بيجيكي ناس؟ كل يوم يجينا. من هون ولا من برا؟ من برا، من السعوديه، من قطر، من الكويت يجوني. طب وانت من وين تعلمتيها؟ حلم ليل، حلم ليل وانا نايمه بالليل سارحه مع الغنم، جاني هالختيار وانطاني زي قال لي كل طريق تلقين بحصوه فصمه ودعت بي هاي زبط عندي. وآخر زيارة إلنا كانت عند أم محمد لنسمع عن الوشم. غزو قالت أم محمد هي واحدة من السيدات القلال اللي ضلوا بالبلد أو بالمنطقة المدقدقات. من الوشم اللي على وجه أم محمد، هل صحيح إنه كل منطقة إلها وشم وكل شيء؟ قبل كل منطقة. بس بهالوقت هذا خلاص. هو زمان كان موجود الوشم بس بآخر الستينات أو السبعينات للأسف بطل موجود، يعني من باب دين إنه يحكوا لك حرام إنه خلاص. والوشم زمان كان لثلاث أسباب، إما علاجية أو للحسد عند الأطفال أو جمالية، والغالب كان جمالي. حتى زمان الإسلام كانوا يحطوا الوشم من باب إنه يظهر قوتهم والغوة وهاي الأمور، كانوا يشموا على إيديهم أو خشمهم ردعة أو سيوف أو مشط. هنا حاطة الحجة هنا وفي ورش النخل، ففي أسماء معينة للوشم. وفي بالأردن حوالي تقريبا لما لفيت البوادي شمال جنوب وسط في 30 رسم للوشم. احكي أم محمد قبل اللي ما تسوي وشم يضحكون. طب قولي لي بناتكم موشمات؟ لا لا، هذول من هالجيل هذا. الجيل هذا ما يوتيني كله. ولو ما تشوفين الجيال هالوقت هالصبايا وهال ما ظل شيء من قبل. كله تغير. ما في الحياة تغيرت كامل. تغيرت الحياة كلها. زمان أحلى. زمان ولا والله ما ظل زمان مسعد.